حاجات كتيرة جدا اتعملت مجدي التربة. انا بقول لك الكرة دي تحديدا ليه؟ ما هي لانه عشان اولا كاس عالم، غير ان هي كاس عالم، ثانيا مع انا مباراة كبيرة جدا مع هولندا. لا انا بالنسبة لي يا كابتن، كابتن بتعمل ايه؟ كابتن مجدي الحاجات دي انا ما كنت، انا كنت يعني اصغر منك شوية، فانا عارف اللي يعني لما بقعد اتفرج بتفرج على احمد الكاس مثلا وهو بيشوط الفاولات. ايوه الفاولات دي هو بيغمض كده بيحطها أيوة جول، بالظبط. صح ولا مش صح؟ ايوه صح. ممكن ما تجيش. مجدي طلب الكرة اللي بالعرض مش هيعملها حسام حسن مثلا بدماغه، حسام بيطير بدماغه على طول بدماغه يعملها. كابتن حسام يعني، لكن كابتن مجدي لما بيجي تتعمل له الكره دي يعني بص العدد ده اوفر، ما هو ده اوفر مش سهل، ده انت اللي عامله. ده في تشاد، ده ماتش تشاد في جون ال كسبنا فيه 5. ها ده كان ماتش كسبنا فيه 5 5-0. وده المصري بورسعيد. بص ما هو ده اللي انا بتكلم عليه، انت الاوفرات والكرات اللي هي الفيرست تايم. فيرست تايم عشان كده بقول لك الكره دي كانت بالنسبه لك انت تحديدا عارف لاي حد. انا بقول لك هي كانت سهله بالنسبه لي. بس اللي شتتني زي ما قلت هو حسام. حسام دلوقتي يطلع يشتمني لو بيتفرج على الحلقه، هو واحد قاله هيطلع يقول انا، هيقول لي انا السبب. انا اللي شتتك. لا يا كابتن حسام مفيش مشكله، ومركز مع نادي الاتحاد اليومين دول. ربنا يوفقه. برضه يا كابتن انت وانت في اوروبا كان ليك يعني لعبت في باوك ولعبت في صوفيا البلغاري، لعبت في كتير في انديه اوروبيه كتير. اقرب الانديه ليك انت اعتقد اليونان يا كابتن. طبعا. طبعا طبعا اليونان دي عشقي، واكتر بلد بحبها جدا جدا. عشت فيها لانه ناسها طيبين جدا وقريبين، وما حسيتش ان انا غريب. فانت طبعا البلد اللي انت ما تحسش فيها غريب دي اكيد بتبقى بالنسبه لك زي بلدك. طبعا الناس هناك ودودين جدا وبسطة في التعامل، ويملؤوك يعني فعلا في البدايه كان الواحد مشدود جدا لان اول مره الواحد يخرج ولسه صغير وشاب ومعايا اولادي، فكنت قلقان. انما الرعايه اللي حطوني بيها والحب، وبعدين توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، انه دايما انت عارف الانطباع الاول بيدوم. في مقوله بتقول لك الانطباع الاول بيدوم، دي حقيقه. دي انا جربتها هناك وشفتها، لانه اول ما رحت ربنا كان موفقني جدا، يعني الماتشات اجيب جول اعمل جول اسيست، ثلاث اربع اسيستات في الماتش يدخل منهم واحد او اثنين او اجيب جول. وكانت ماتشات تقيله، ماتشات ديربي. هناك ما عندهمش مشكله في انه في فتره الاعداد ان يلعب ماتش ديربي اهلي زمالك مثلا، ما عندوش مشكله خالص. بيلعبوا مع بعض عادي جدا، عشان انت عارف الماتشات دي بتجيب تذكره كويسه، فبتجيب دخل للانديه يساعدهم في بقيه السنه في المشوار بتاعهم. فالماتشات كانت صعبه وكانت مشاهده بشكل كبير جدا. ده كنا معاقبين يعني، لما تشوف الاستاد كده فاضي كنا معاقبين. ده كان مع باوك ده اعتقد. ده مع باوك. باوك ودوكس. انا فاكر ان بس ما فيش جمهور عشان الباوك. كنا معاقبين. كان عندنا عقوبه، لكن بص الجمهور لما بيبقى موجود بتبقى الدنيا عامله ازاي. لا ده جمهور باوك حاجه معروفين. لا حاجه من معروفين في اوروبا كلها. جمهور قوي شديد جدا لدرجه العنف يعني، انما جمهور بيحب اللعيب بتاعه خلاص. انا برضو عندي من القصص اللي حضرتك ان انت كنت في مباراه من المباريات جالك، كنت عندك صليبي او كان هيجي لك صليبي. جالي صليبي خلفي. في ماتش من ماتش ودي. ودي مش ماتش ودي، في الويفا كاب. كنا في الويفا كاب. بنلعب نزلت اخر 10 دقائق ميشلن. بنلعب ميشلن عندنا الاول بلجيكي. البلجيكي اللي هو دلوقتي بروج، كلاب بروج تقريبا. وفي اخر في اخر 5 دقائق في الماتش او اخر لعبه في الماتش عندنا رايح انفراد، فالزقين المدافع. ده الماتش الثاني. ده ماتش العوده، انا ما كنتش قادر اتحرك. انت كنت مصاب في ركبتك الماتش ده. كان عندي جري. انا كنت فاكر بقى يعني انا نازل كده وفاكر ان هو عندي غضروف. انا بعد الماتش رحت المانيا فقالوا لي انت عندك صليبي خلفي. ولعبت وانت بالصليبي؟ لعبت 5 دقائق، 7 دقائق او 8 دقائق. عملت وانت اللي عامل الجون ده؟ فعملت ثرو باس واتعملت جول. ف كسبنا الماتش ده. وكان طبعا برضو انت عارف
انت عارف ان المواقف دايما المواقف الصعبه او المؤثره بتعمل شعبيه للعيب بالظبط، وتكبر نجوميته عند الناس. يعني لما تيجي تشوف اي نجم او اي ستار او اي سوبر ستار او لازم تلاقي اللحظات الفارقه هو ليه فيها بصمه. مظبوط. فبصمه مع بصمه مع بصمه، كل ما يعمل بصمه يكبر تكبر حجمه، اكتر او كل ما يعمل بصمه تكبر يكبر حجمه. فدي كانت من الماتشات اللي عملت لي بصمه مع بصمه كبيره مع الجمهور. لا طبعا، ورحت عملت العمليه ورجعت بقى كملت. لا ما هي انا عملت المنظار، الصليبي الخلفي ما بتعملش، لان نسبه نجاحه 50%، تعمل تقويات بس. فقعدت عملت تقويات تقريبا شهرين وشويه بعد الماتش ده، ورجعت الحمد لله. لغايه دلوقتي الخلفي ده ما بيتعملش ولا خلاص بقى؟ لا خلاص لغايه دلوقتي ما بيتعملش برضه خالص والله، لان نسبه نجاحه صعبه. نسبه ان اللعيب وما بترجع بتبقى ايه بقى يا كابتن الامور؟ لا زي الفل، ما عنديش مشكله خالص. طول ما انت بت اصل ما اتقطعش كامل. اوكي، انا عندي قطع جزئي بس، يعني نسبه كبيره منه مقطوع، انما في الباقي ممسوك. شلته بقى بالعضلات الاماميه والسمانه والبتاع. وكان بيدربني في الوقت دوت مخطط الاحمال بتاع الباسكت، فرقه الباوك في الباسكت. وفرقه باوك في الباسكت دي قويه جدا، كانت بطله اوروبا. صح، يعني في السنه دي تحديدا كانت بطله اوروبا. عمل معايا بروجرام حاجه خلاني حاجه جسمي كان حاجه مش عاديه يعني. ده اعتقد الانفراد ده انت ما قدرتش تلعبه، ده في اخر ثانيه. ما ده مش قادر اجري، مش قادر تجري اساسا. مش قادر اجري، صح، مش قادر اجري، مش قادر اروح للكوره ولا قادر اجري خالص. ده كان وانت رجليك وجعاك بقى كده؟ خلاص. كنت خلاص انا مش قادر. في الماتش ده كانوا عايزين يدينوا حقنه قبل الماتش. اوكي، فقلت لهم لا، حقنه ما اخدش، كمل والعب وخلاص. انا اصلا مش قادر العب، والمفروض ان انا ما العبش. فكان بيمرنا في الوقت ده تشيرو بلازوفيتش، ده كان من اكبر المدربين في اوروبا، كان ليه اسم كبير جدا في اوروبا في الوقت ده. كان بيدرب في فرنسا وبعدين جالنا من فرنسا لباوك. فقال لي لا، انت لازم تبقى موجود مع تيم، عشان اللعيبه لو انت مش موجود اللعيبه ممكن تقلق والماتش يبقى اصعب، واحنا لازم تواجدك معانا هيفرق نفسيا ومعنويا. النتيجه مشيت زي ما احنا عاوزين، هتلعب هتشارك اخر 10 دقايق. لو الماتش خلاص خلص خلاص ما مش هتشارك. فاحنا شغالين 0-0، وماتشنا في الماتش الذهاب كان 1-1 في اليونان، كان 0-0 في اليونان، كان 0-0 كان 0-0 برضه. فلما وصلنا لغايه الدقيقه تقريبا 70 واحنا 0-0، قال لي قوم سخن بقى شويه. قمت سخنت تقريبا حوالي 10 دقايق، ونزلت 10 دقايق الباقيين او 8 دقايق كمان. عملت فيهم الجون وضيعت، عملت فيهم الكوره وربنا كرمنا وكسبت. ودي اعتقد زي ما انت قلت يا كابتن، هي بتبقى دايما يعني حب على حب على حب. أيوه، عشان كده لما بتيجي تقول مجدي تربه في اليونان الموضوع بيفرق كتير. الحمد لله الحمد لله. هنكمل كلامنا مع كابتن مجدي، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.